السلام عليكم. يعرف ملعب شلف، ملعب محمد بن مزراق، عملية ترميم واسعة، حيث أنه الأشغال هذه راهي تقرب حوالي 50%، واللي سوف تطال كل أجزاء الملعب هذا، رغم أن الملعب يعني المدرجات صغيرة ويعني وفات الزمن. ما زالت العمليات تاع الترميم هذه تلحق بعض الملاعب. الأجدر كان بأن يعني يعاد بناؤه بطريقة عصرية، لأن يعني مدينة شلف الآن كبيرة، بدأت تكبر، وحتى بعض الملاعب الأخرى اللي تستحق الترميم والتغطية مثل ملعب جيجل وملعب سيدي بلعباس، وهذه الملاعب تحتاج إلى تغطية وإعادة وضع يعني الحماية نتاعها من التلف، يعني الاستركتور يعني الهياكل نتاع الملعب تعتبر قديمة وطالها ليروزيون، يعني ليروزيون نتاع البيطون هذاك لازم حماية. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.